السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب وبنات. طبعا مثل ما تشوفون هاي لعبة كولو، ما ادري انا الصوت واضح ولا لا. هاي كول اوف ديوتي وار زون، معروفة يعني اللعبة. طبعا مثل ما تشوفون بها باتل رويال اللي هو مثل ببجي، ينزلون 100 بس هنا ينزلون 150، وهنا وضع الغنيمة اللي هو مثل وضع الحرب، بس هاي الاختلاف اللي بيها تجمع فلوس والفريق اللي يلم فلوس اكثر وزاد هي بس فلوس، يعني تلم فلوس اكثر تفوز، تاخذ اول وثاني وثالث، بيها مراكز او بيها مراكز لا ادنى شيء اللي هو خشب يعطونك. المراكز مالتها مرتبة خشب وفضي واعتقد برونزي، بعدين فضي، بعدين ذهب، بعدين بلاتينيوم، بعدين سربتيل. المهم انا شغل في هاي السوالف، هذا ترتيبهم الخاص بهم وانا علاقة بيه. راح ندخل هذا الجيم ونشوف. طبعا هسه اللي يسألني ليش ما تلعب باتل رويال، باتل رويال يراد لتيم يا شباب، يعني تعرفون شنو معناه تيم، يعني تيم مرتب مضبوط. والله شو اسمه هذا كبارو، كبارو زتارة، ولك هذا بس الله يستر منه كبارو زتارة كابي. يا شباب هذا هسه راح تشوفونه قدامكم عبارة عن حماء. جوات ابني الجوات، يعني من ضحك على اسخام ابوك على اسخام امك. هسه بدأ الجيم. هيك يا رجاله جاهزين للحرب؟ بس انا حنشوف. بقول لك الله يخليك، تكفى تكفى زقلي. يا الله اللهم صل على محمد وال محمد. بدأتلكم كلياتكم، كلياتكم بدأتلكم، أنا نسايب أحب أقتل. يلا يا بقول لك الله خليك، تكفى تكفى او شيت يا نعمه.
زرفون كفو كمني مبوي كاش مهومي بيخ هسه حاليا جسمي كله مشنج معطيزي اول شيء تاخذ مخدرات تاخذ كريستال كل خرا بيك انت من الصباح حياة الله ايش دخله
هذا اسمه يشم ما ادري شنو. يا شباب هاي مثل ما تشوفون فزنا. نشوف كلاتنا شوف شلون 12 كل كومبليت. دمتم في حفظ الرحمن وجود باي. بيت الحج مشينا نروح نشق حلوق بباب سكول نفش وارب نكسر روس بأمر القائد والمسؤول. بيت الحج مشينا نروح نشق حلوق بباب سكول نفش وارب نكسر روس بأمر القائد والمسؤول. هاي 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 نشقك شق نفرك بل